السلام عليكم. في امر من الاوامر الموجوده في الريفت ان انا اعمل سيلكت على عنصر من العناصر. يعني انا اعمل سيلكت، عملت سيلكت على العنصر دوت، وبعد كده هاجي في الايتم تولز اللي بتظهر لي واختار هولد. هولد كانها شايل الجسم دوت طول ما انا بتحرك هو بيتحرك معايا. يعني طول ما انا بتحرك هو بعمل زوم مثلا، بقرب وببعد هو بيتحرك معايا. ده بيبقى فايدته ايه؟ فايدته ان انا اعرف مثلا الحاجه دي هتنفع تمشي هنا، هتعرف تخرج من المكان دوت، لا محتاج ان انا احطها الاول بعد كده ابني الباب، او محتاج ان انا اعمل لها صيانه وهكذا. الامر ده من الاوامر الكويسه جدا لو انت عايز تشوف الاماكن هتنفع تمشي بيها ولا لا. ممكن كان معاك عنصر مثلا في ترابيزه متحركه مثلا، تبدا تتحرك بيها في وسط المكان وتشوف هتنفع تتحرك ولا فيها مشاكل.